أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. جماهير العلماء على أن هذه السورة سورة مكية، إلا أن بعض العلماء نتيجة وجود فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، قالوا أول 3 آيات مكية والثلاث الثانية مدنية. طبعا قضية مدني ومكي، مدني ومكي هذا علم قائم بذاته في علوم القرآن، ولكن مش دائما بيكونوا العلماء موفقين في الحكم أن هذا مدني أو مكي، لأنه مش كل السور أو الآيات وردت فيها يعني أخبار إنه هذا مكي هذا مدني. أنت ممكن تجد سورة من السور يختلفوا فيها العلماء هل هي مكية ولا هي مدنية، سورة الرحمن مثلا. وغالبا الخلاف وين تبكون؟ لما يكون ما فيش خبر صحيح، ثم ينظروا هم ينظروا في المعاني، المعاني في السورة، فمن خلال النظر في معاني السورة بيقدروا يقدروا هذه مكية أو مدنية، لأنه معروف أنه في المرحلة المكية كان في تركيز على قضايا بعينها، في المرحلة المدنية صار التركيز إضافة على المعاني الأولى معاني أخرى تشريعية وتفصيل إلى آخره. هذه السورة الجماهير على أنها مكية، وهذا في رأيي هو الصحيح، هو الصحيح. لكن مثلا مفسر زي سيد قطب في كتاب الظلال هو بيرى أنه لا، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخره، إنها مدنية. حتى نهيئ للمسألة، في وهم عند الناس بظنوا أنه يعني أهل الشرك قبل الإسلام ما كانش لهم صلاة وما كانش لهم عبادة. إذن في عبادة لله وعبادة للأصنام، وعبادة الأصنام بشان تقرب إلى الله. طب كانوا يحجوا؟ كانوا يحجوا، يطوفون بالكعبة، يذهبون إلى عرفات ومنى وتفاصيل. كانوا يعتمروا؟ كان في عمرة. كانوا يصلوا؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، يعني صلاتهم كانت شكلية إلى حد إنها مجرد أصوات، مجرد أصوات شكل أكثر منه جوهر. إذن في صلاة ولا ما فيش؟ فيه. أنت لما بتنظر للمرحلة المكية والمرحلة المدنية تجد 35% تقريبا، 35% من ألفاظ الصلاة يعني المشتقات صلاوة 35% نازلات في المرحلة المكية. إذن في كلام بكثافة عن الصلاة في المرحلة المكية 35%، وفي ظني هي أكثر من 35%، لأن أنا مش حاسب مثلا هذه السورة اللي أنا عم بقولها إنها مكية، وفي غيرها زيها حسبوها مدنية لأنه فيها كلمة صلاة. يعني ممكن نتفاجأ إنه نص بنص، بمعنى إنه مثل ما كان في كلام عن الصلاة في المرحلة المدنية في كلام مثله عن الصلاة في المرحلة المكية مع قلة المسلمين وأحيانا دعوة سرية وتفاصيل. ففي كلام عن الصلاة أصلا، والكلام عن الصلاة في المرحلة المكية تصوروا مثلا والذين هم على صلاتهم يحافظون، طب هذه مكية، ودائمون كمان مكية، في صلاتهم خاشعون مكية. وأهل الشرك كانوا بيعبدوا، وأصلا ما في أمة إلا ولا ما في أمة مهما بلغت من انحرافها إلا لها عبادة وتتعبد وتتقرب وتصلي بالدرجة الأولى، تصلي، لأنه أبرز شيء في عبادات الأمم كلها منذ عرفت البشرية إلى مجيء الإسلام الصلاة. ولذلك عندنا الصلاة إذا بتلاحظوا أول ما شرع الصلاة يعني عمود الإسلام الصلاة، الصلاة الصلاة من أول يوم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس لإيش؟ للعبادة الصلاة. ليش؟ لأنه سمي مسجد، فإذا في سجود من أول يوم، وهو على فكرة
المسجد الحرام الأرجح فيه إنه مبني من أيام آدم عليه السلام، ولذلك بتلاحظوا مساحته بتزيدش عن 100 متر مربع، لأن البشرية كانت معدودين على الأصابع. إن أول بيت، لذلك بتلاحظوا إحنا محافظين على المساحة الأصلية في الكعبة. كيف بدأت الناس أول خلافة للبشر في الأرض، والعلاقة الإنسان بالأرض وقيامه بالخلافة وعبادته لربه في هذا المكان اللي هو أم القرى، يعني أم الأمم اللي طلعت منها الأمم كلها، أم الأمم. إذا من أول يوم في صلاة، كل وأي دين أول ما يبدأ فيه الصلاة، هذا بدل على موضوع قديش مهمة الصلاة في تربية الفرد والمجتمع. الصلاة، لذلك من أول يوم في صلاة، حاجة الإنسان لصلاة مثل ما حاجتك أنت في الجسد للحركة والذهاب والإياب من أجل تقوية الجسد والمحافظة على الجسد. النفس البشرية محتاجة الصلاة، الله خالق النفس البشرية محتاجة لموضوع الصلاة. طيب، إذا كانوا أهل الشرك يصلوا، هو قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. مش موضوعنا مكاء وتصدية الآن، صفير وتصفيق، صفير وتصفيق شكليات يعني شغل غناني. طيب، إذا كانوا يصلوا، كانوا يصلوا كيف صلاتهم؟ إسماعيل عليه السلام بيرجع لألف يعني 1800 قبل الميلاد، يعني 2400 قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبل نزول الإسلام 2400. قلنا سابقا أنه 2400 سنة هاي يبدو أنه العرب انحرفوا في آخر 400. إيش يعني انحرفوا في آخر 400؟ يعني ظهر الانحراف بشكل بارز في آخر 400 سنة، لأنه الانحراف بيجيش فجأة، بالتدريج، تدريج التحريف. فهو تقريبا 2000 سنة العرب كانت ماشية أمورهم، آخر 400 سنة بدأت تظهر فيهم الوثنيات بشكل واضح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه عمرو بن لحي، بالحديث الصحيح إنه عمرو بن لحي هذا هو اللي جاب الأصنام وجعل العرب تعبدها. معناته العرب مهيئين كانوا، صاروا مهيئين. ثم الزعامة لها دور، الزعامة في كل العصور لها دور في انحراف الناس أو إنه مصحوا. الزعامة لها دور كبير إنه عوام الناس أو عامة الناس تصح أو تنحرف. ومن هون بيجي يعني خطورة دائما الزعامات، سواء كانت زعامات دين وزعامات فكر، زعامات سياسة إلى آخره، دورها في التأثير على باقي الناس. هل في صلوات الأمم السابقة ركوع وسجود؟ ثبت في القرآن والأحاديث الصحيحة إنه في سجود وركوع، هذا مشترك بين كل صلوات الأمم. بس إحنا بنشوف اليوم مثلا المسيحيين لما بيصلوا اليوم ما بنلاحظ لا في السجود ولا ركوع. بنشوف اليهود بيصلوا برضو لا ما في سجود ولا ركوع، بيصلوا مثلا عند حائط البراق شيك، بيصلوا بطريقة بتعرفوها ماشي. هل هي هيك أصلا؟ وليش الاهتمام بكل الأديان كلها بدون استثناء على الصلاة؟ حتى الوثني لما بنحرف بيصلي